وبرحب الحقيقه بكل جمهور النادي الاهلي، كل اللي بيشجع الفانيلا الحمراء. وعايزه اقول خلونا نحط عنوان لليله امبارح واللي حصل فيها الاهلي والفولت العالي. الجواب بيبان من عنوانه. الاهلي بدا 2023 غير الاهلي في كل الالعاب، مختلف، عنده لعيبه جامده جدا سواء في سيدات رجال. وبالنسبه لكره القدم الاهلي وصاحب الفولت العالي سكتوا ناس كتير قوي قوي، وده هنشرحه لكم الحقيقه وهنتكلم عنه بالتفصيل في حلقتنا النهارده.